أهلا بكم في قناة العالمي على اليوتيوب. مادة الدراسات الاجتماعية الصف الرابع الابتدائي الترم الأول الوحدة الثالثة الموارد والخدمات في بلدنا الدرس الأول الحرف التراثية. أولا، ما المقصود بالحرف التراثية اليدوية؟ هي الصناعات المعتمدة على الأيدي العاملة وقد عرفتها مصر منذ القدم. يبقى الحرف التراثية اليدوية دي الصناعات اللي بتعتمد على الأيدي العاملة، ودي مصر عرفتها من زمان. ثانيا، أهم الحرف التراثية في مصر. واحد، صناعة النسيج والسجاد اليدوي هي إحدى الحرف المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو. استخدم العمال معرفتهم الموروثة ومواهبهم الفنية لإنتاج منسوجات مطرزة. الخامات، القتان والقطن والصوف والحرير، مركزها قرية الحرانية في الجيزة وتعد مقصدا لآلاف السائحين تميزها بتلك الصناعة. صناعة النسيج والسجاد اليدوي دي من الصناعات المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو. يجي لك سؤال، أكمل نقط من الصناعات المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو. يبقى الإجابة هي صناعة النسيج والسجاد اليدوي. العمال بيستخدموا فيها معرفتهم الموروثة عبر الأجيال والمواهب الفنية بتاعتهم علشان ينتجوا منتجات مطرزة. الخامات اللي بيستخدموها الكتان والقط والصوف والحرير. موجودة فين صناعة النسيج والسجاد اليدوي؟ موجودة في قرية الحرانية في محافظة الجيزة، ودي تعد مقصدا لآلاف السائحين علشان تتميز صناعة النسيج والسجاد اليدوي. 2. صناعة الفخار من أقدم الحرف اليدوية وتنتشر في العديد من القرى المصرية. هي حرفة تعتمد على الإبداع والإحساس الفني للصانع. يصنع من الطين. مراحل تصنيع الفخار، يقوم الصانع بتشكيل طين الفخار بيديه ويتركه ليجف ثم يضعه في فرن خاص. صناعة الفخار دي من أقدم الحرف اليدوية، ودي موجودة فين؟ موجودة في القرى المصرية، ودي حرفة بتعتمد على إبداع وإحساس الصانع، يعني مش أي حد ينفع يعمل فخار، لازم أن يكون شخص عنده إبداع وإحساس فني، ودي بتصنع من طين الفخار. ازاي نصنع الفخار؟ الصانع بيشكل طين الفخار بايده وبعد كده بيسيبه فترة علشان يجف وبعد كده بيحطه في فرن خاص بصناعة الفخار. 3. صناعة الخيامية من الحرف اليدوية التي يستخدم فيها الصانع الإبرة والخيط لإنتاج قطع فنية من الخيام. مركزها شارع الخيامية في منطقة الأزهر في القاهرة. يبقى صناعة الخيامية دي من الحرف اليدوية، الصانع بيستخدم فيها الإبرة والخيط علشان ينتج الخيام. موجودة فين؟ موجودة من اسمها صناعة الخيامية، يبقى موجودة في شارع الخيامية في منطقة الأزهر في محافظة القاهرة. 4. صناعة الزجاج من الصناعات القديمة. يبدع الصانع في صناعة الزجاج وزخرفته. مركزها تنتشر في العديد من الأماكن منها قرية جراح محافظة الدقهلية. صناعة الزجاج دي من الصناعات القديمة، الصانع بيبدع في صناعة الزجاج ورسم الأشكال عليه. طبعا بيصنع الزجاج من ايه؟ من الرمال البيضة. موجودة فين صناعة الزجاج؟ موجودة في قرية جراح في محافظة الدقهلية. ثانيا، أهمية الحرف التراثية.
الحرف التراثية أهمية في دعم الاقتصاد المصري، حيث أنها توفر فرص عمل للشباب، تساعد في حماية البيئة حيث تستخدم بعض المخلفات في صناعة بعض الحرف اليدوية، تدعم السياحة المستدامة. الحرف التراثية لها أهمية في مساعدة الاقتصاد المصري، ليه؟ لأن هي بتوفر فرص عمل لكثير من الشباب، بتساعد في حماية البيئة، لأن بيتم استخدام المخلفات في صناعة الحرف اليدوية دي، وكمان بتدعم السياحة المستدامة، السياح بيجي مخصوص عشان يشتروا الحاجات دي، لأن الحاجات دي مش عندهم. رابعا، جهود الدولة في إحياء منتجات الحرف التراثية. تبذل الدولة جهودا كبيرا من أجل إحياء منتجات الحرف التراثية، منها رعاية مصالح العمال، إعداد برامج تدريبية لتعلمهم المهارات الخاصة ببعض الحرف، تسويق المنتجات من خلال المهرجانات والاحتفالات السنوية مثل معرض تراثنا للحرف اليدوية. الدولة بتعمل جهود كبيرة علشان تحيي منتجات الحرف التراثية دي. من ضمن الجهود دي إن هي بترعى مصالح العمال، بتشوف العمال محتاجة إيه خامات، وين اللي محتاجين العمال، وبتجيبه ليهم. إعداد برامج تدريبية لتعلمهم المهارات الخاصة ببعض الحرف. دولة بتعمل لهم دورات تدريبية علشان تعلمهم المهارات بتاعت الحرف دي. تسويق المنتجات من خلال المهرجانات والاحتفالات السنوية مثل معرض تراثنا للحرف اليدوية. الدولة بتقوم بتسويق المنتجات عن طريق عمل المعارض والاحتفالات والمهرجانات السنوية زي معرض تراثنا للحرف اليدوية. خامسا، مدينة الجلود بالروبيكي. أنشأتها الدولة في مدينة بدر، تعد من أهم الحرف التراثية في مصر، وساهمت في ازدهار الاقتصاد المصري. تضم مناطق لإنتاج وفحص المنتجات الجلدية للتأكد من جودتها، مدينة صديقة للبيئة لإعادة تكرير مياه الصرف الصحي. يوجد بها متحف للمنتجات الجلدية التراثية، يحرص الحرفيون على مواكبة منتجات العصر الحديث، ويشاركون في ورش عمل وتدريبات متخصصة لهذه الحرفة. مدينة الجلود بالروبيكي الدولة عملتها في مدينة بدر، ودي من أهم الحرف التراثية الموجودة في مصر، وساهمت في تقدم الاقتصاد المصري. مدينة بدر موجود فيها مناطق لإنتاج وفحص المنتجات الجلدية علشان نتأكد من جودتها، هل تصلح للإنتاج ولا لا. مدينة الجلود بالروبيكي دي مدينة صديقة للبيئة علشان تم إعادة تفسير مياه الصرف الصحي بها. في مدينة الجلود بالروبيكي في متحف للمنتجات الجلدية التراثية، الحرفيون بيهتموا بمواكبة منتجات العصر الحديث، عشان كده بيشاركوا في ورش عمل وتدريبات لتدريب الناس على هذه الحرفة. سادسا، ما المقصود بكل من؟ واحد، قائمة التراث العالمي هي معالم تقوم لجنة التراث العالمي في اليونسكو بترشحها، يتم وضعها في برنامج مواقع التراث الدولية مثل المدن الأثرية. يبقى قائمة التراث العالمي دي المعالم الأثرية، لجنة التراث العالمي في اليونسكو بترشحها علشان تحطها في برنامج مواقع التراث الدولي. زي ايه؟ زي المدن الاثرية. اثنين، السياحة المستدامة هي السياحة التي تلبي احتياجات السياح ومجتمعات البلد المضيف للسياح دون الاضرار بالبيئة. وفي نهاية هذا الفيديو، لا تنسوا الاشتراك في قناة العالمي على اليوتيوب، تفعيل زر الجرس كي يصلكم كل ما هو جديد.